في الحالة دي هنلعب على الهدف الذهبي. سؤال ليكوا انتوا الثمانية يعتمد على السرعة. الهدف الذهبي رياضة. من هو المصارع الوحيد الذي حقق رويال رامبل 3 مرات حتى عام 2021؟ ستيف أوستن. ستيف أوستن الهدف الذهبي. 97 و98 و2001. برافو عليك يا محسن. 25 نقطة. النتيجة اتغيرت. 115 عيلة دابس، 80 عيلة الجمولة.